يومه اليوم ال 14 بدنا من قرش واحد، هذا القرش لازم نوصل لأبو فلة في 30 يوم. شكرا لكم على اللايكات، شكرا لكم على الكومنتات، شكرا لكم على كل شيء، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. منصة حسان تحت شباب، منصة حسان باقي لها شوية وتتسكر، نص مليون ريال باقي له شوية تتسكر، وناخذ 20 دينار عشان نقدر نوصل القرش لأبو فلة. خطة حقت اليوم، طبعا الخطة ما في خطة، ما أدري طالع رايح على البركة حرفيا، ايش حسوي ما أدري. بس عندي خبر حلو، بكرة عندي وظيفة كلمتهم وراح يكون في شيء حلو، فالحين بوريكم المكالمة. مشكلة ودي ارجع ابيع مويه، بس انا مضطر ودنا المول، بس ايش حسوي؟ راح ارجع اخش لانه في شيء اسويه، ونحاول انه ما ننمسك، او اذا صار شيء ولا شيء عاد اذا نزل لكم هذا المقطع يعني وضع بالتمام. طبعا يا شباب كل واحد حط لايك واشتراك وكومنت ونشر المقطع، راح اجيكم بيوم من الايام ان شاء الله بهذه السيارات واخذكم ونلفلف فيها وحركات. رحت اكثر مكان شباب كلهم رفضوني، ما ينفع، فحتى عارفهم اول ما نبغى نروح بدنا نبغى نكمل مقاطع، نبغى نوصل قرش لابو فله يعني. ما نبغى نجيب العيد. عندي فكره، انا حسوي فكره من عندي تمام. الفكره هي انه اي شيء اشيله من الارض مثلا وسخ او شيء زي كذا انظفه اخذ عليه قرش، من وين اخذ القرش انا؟ انه يعني مثلا انه كل واحده اخذ عليها قرش، فهمتوا؟ فهذا اللي حسويه الحين، ويلا نبدا. لقيت كيس مرمي، هذا الكيس اللي راح اجمع فيه الاوساخ واخذ قرش على كل وسخه، وما شاء الله يعني الشارع نظيف ما في ولا وسخ، فمهم تدير عن الوسخ. طيب هذه اول وسخه، سجل اول قرش، حطينا هذا الوسخ الثاني، تك تك تك، الوسخ الثالث، الوسخ الرابع، يلا اربع قرش. يلا يبغالي ساعه. بقينا مكان كل امه اوسخ، فخلينا ننظفه، يعني منها انه ننظفه عشان ناخذ اجر وناخذ فلوس. فيلا شباب عبيت الثنتين، ما ادري كم حيطلع، باخذه من الحين باقي مليون، والله مشوار شباب تعبت خلاص، بروح اكبهم واحسب كم ونشوف كم ناخذ. المطولات طلعوا 43 قرش، الله كل هذا عشان 43 قرش، الله يقطع ام القهر. 700 ساعة مشي واخيرا وصلنا، والله شباب تعبت انا امشي. وين المدير؟ تفضل. انت وين المدير؟ تفضل. انت مدير؟ طيب انا الحين مسوي فكره باليوتيوب، سلسله بصور تمام؟ فببدا من قرش واحد، هذا القرش لازم اوصله ابو فله في 30 يوم. تمام. فاليوم قاعد اسوي اعلانات، اذا حابين اسوي لكم اعلان على اليوتيوب والانستغرام والتيك توك. تمام. يعطيك العافيه حبيبي. طيب حتى هذول ما وافقوا، خلينا نروح عند محل ثاني نسالهم. فيا انت صاحب المحل صح؟ ايوه ايوه. طيب مبروك الافتتاح ولا شيء. انا اليوم انا يوتيوبر مسوي سلسله بالقناه، اليوم مسوي اعلانات، اذا حاب اسوي لكم اعلان على اليوتيوب والانستغرام والتيك توك. اوكي. هو فكره السلسله ببدا من قرش واحد، وهذا القرش لازم اوصله ابو فله 30 يوم. فالحين من هذا الاعلان مثلا باخذ عليه فلوس، وهذه الفلوس راح تساعدني انه اوصل للتحدي. اوكي. ممكن يوم الخميس اذا بدك. يوم الخميس اجيك؟ اه تعال نشوف ان شاء الله. تمام تمام يعطيك العافيه. ما حد كل يقول لي تعال بعدين، اوضاعهم مسكين الله يعينهم. عم وان شاء الله هذا المطعم انه حيوافقوا، وقاعدين نشوف يا شباب، والله قاعد احاول شباب لي يمكن اربع ساعات. اخ هذا المطعم. يلا باليوتيوب سلسله مدتها 30 حلقه. فايش فكره السلسله؟ ببدا من قرش واحد، كل شيء ببدا من قرش، هذا القرش لازم اوصل لابو فله، لازم اوصل لابو فله ب 30 يوم. فالحين انا قاعد بحاول انه ازيد القرش، ازيد القرش خي دينارين ثلاثة لين ما اقدر اطلع التكاليف انه السفر اوصل لابو فله. فالحين انا قاعد بسوي اعلان، سويت اعلانات، سويت اعلان. فانا الحين اذا حابين اسوي لكم اعلان حيكون مقطع باليوتيوب وتيك توك وانستغرام، واكتب لكم كل شيء وزي كذا. سوي ايوه. ايش؟ تعمل نموذج. ايوه ايوه ما انا عارف. ايوه ف اي موجودين كلهم على اليوتيوب. وافقنا الحين حنسوي الاعلان، بسم الله. جايب لكم اعلان عند الدار دارك. مين ما يعرف الدار دارك بطبربور؟ طيب انا كلمت دار دارك وقلت لهم ابغى واحد منسف على السريع، اللي ما يعرف تيجي من عند دار دارك، تخش من هنا، تيجي من هنا تشوف هذه الصاله. تشوف هذه الصاله طبعا هنا يمديك تاكل وين ما تبغى عند كل الناس، والحين راح ناكل المنسف زي ما تشوف. هذه الصاله تنفع لكل الناس، اي احد
وهذا الطبق يا حبيبي شوف 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 دار دارك ايش مسوين. شوف يا حبيبي هذا يا سلام يعطيك العافيه. شوف 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 بسم الله. شوف شوف اللبن شوف المنسف شوف المنسف من دار دارك يا حبيبي. لين تيجي تمسك هذه تسوي كذا وتصب وتصب. شوف 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 كيف. الحين نبدا ناكل. شوف العقيد شوف 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 كيف قاعد يسوي. شوف يعطيك العافيه والله يا عيال. هذا المنسف اللي ما يجي من يجي من الاردن او اي مكان بالدنيا لازم يجي عند دار دارك. شوف كيف يعطيك العافيه. قبل ما تاكل منسف اي منسف ايش لازم تسوي؟ تعطي الاولى كذا وتعطي الثانيه كذا. والحين نخش على المنسف يا حبيبي. هذه الملعقه ما نحتاجها لانه حناكل منسف على طريقه الدار دارك. الحين لازم ترجع تصب. شوف 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 صبيت صح؟ تجي تسوي كذا تقول بسم الله. تجي تسوي كذا تسوي كذا بعدين بسم الله. إذا في منسف أحسن من هذا دق علي أنا راح. مو طبيعي شباب إيش هذا؟ شوف اللحمة شوف 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 ما شاء الله أقسم بالله الدار دارك يفوز بالمنسف. شوف يا الله والله إنه لذيذ مو عشان شيء والله إنه مو طبيعي. ترجع تسوي كذا تأخذ لك واحدة من هذه تسوي كذا يا حبيبي تغمسها هنا لين تسوي كذا ترجع تغمس وتسوي كذا كورة تكورها 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 بعدين بسم الله. يا سلام يا الله يا يعني هذا دار دارك اللي بطبربور عندهم أكبر مكان يمديك تجلس فيه عائلتك. عندك زواج تعال هنا سوي زواجك. منسف كل شيء مو طبيعي ما أقول غير. الله يعطيهم العافية شغل مو طبيعي. ما تيجي دار دارك تمسك المنسف تاخذ اللبن وتصب لك واحده كذا. شوف 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 بعدين ايش تسوي؟ تمسك يدك تقول بسم الله تكورها تكور 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 بعدين يا سلام. يا شباب انا صرت ادمع ادمع من الطعم. ايش هذا؟ اللي يسال ايش يجي مع المنسف يجيك واحده كذا من كل انواع الاشياء ويجيك صحن لبن. شوف زي ما تشوف اللبن شوف 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 شوف, شوف, شوف. شوف يا حبيبي شوف التغريق. طبعا تجي تسوي كذا تغمس اهم شيء الكور. ها والله شباب اي واحد يجي الاردن وما يجي من دار دارك بيقوم بوكس. تاكل كذا دام شباب. انا ما ادري ايش اقول غير دام والله دام. دار دارك يفوز باحسن منصف بالتاريخ. انا ما اقدر اتكلم انا ما اقدر اتكلم. لازم تيجي تجرب وتشوف الطعم. شوف شوف يا حبيبي شوف 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 اللحمه شوف كيف شوف شوف اللحمه يا حبيبي شوف 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 اللحمه شوف شوف ايش هذا ما شاء الله. الحين انت ترجع لما تيجي ايش تسوي؟ هذا اسمه خلطه الدار دارك تمام. تيجي تمسك لك واحده كذا تقطعها كذا تمام بعدين ايش تغمسها باللبن. تيجي تمسك مع اللحمه بعدين تروح عند اللبن تغمس تغمس يطلع لك كذا بعدين تقول بسم الله. جيم جيم شباب ايش هذا؟ اللي يبغى يعرف اللوكيشن تلاقيه تحت بالديسكربشن ورقم التواصل ورقم كل شيء تلاقوه تحت بالديسكربشن. وهذا الفرع الرئيسي بطبربور وفي فرع بشارع المدينه وفي فرع بماركه. يعني عندك دار دارك بكل العالم مديك تاكل منه تطلب لك واحده منسف واقسم بالله ما راح تندم. اللي يسال ايش في غير المنسف؟ يعني مثلا انت تبغى شيء غير المنسف عندهم مندي مشاوي اسماك طازجه عندهم كبسه عندهم كل شيء. انت تعال افتح المنيو ويا حبيبي والله انك ما راح تندم وراح تطلع وانت كذا بكرش. يعني الله يعينك الله يعينك اذا جيت هنا والله دين. نشوف انا كيف لحالي ما في احد زي ما تشوفوا كذا. الحمد لله خلاص عبينا الكرش وضبطنا الوضع وكان منسف مو طبيعي. يعطيهم ألف عافية دار دارك على هذا المنسف. والحين بوريكم الصالة أنا وين قاعد وين يمديك تيجي أنت وأهلك أو أنت والزواج حقك كله. زي ما تشوفوا هذه صالة كاملة. هذا الفرع اللي بطبربور تمام. هذا اللي فيه كل شيء فيمديك تسوي فيه مليون شيء زواج عزيمة كل حاجة. فشكرا لهم الدار دارك. لا تنسوا تقولوا لهم من طرف ريان عشان يضبطونكم تضبيط مو طبيعي. ولا تنسوا اللايك والاشتراك ونروح على الإعلان اللي بعده.
طيب اليوم يا عيال احنا عند فرايز جو او بطاطا جو زي ما تشوفوا، هذا هنا عند ورد دبابة جنب الدردارك. هنا لما تيجي ايش تقدر تطلب؟ شوف المنيو عندك كل شيء، وانا شوف ايش طالب. شوف يا حبيبي شوف، الحين راح نجرب واكيد راح يكون بطل، ما يحتاج بطاطا جو. اللي يبغى يجي عند فرايز جو او بطاطا جو بس يجي يقول لهم من طرف ريان او يوري المقطع، والله تضبط تضبيط. الحين نبدا ناكل بسم الله. في الفرع الاول هذا زي ما تشوفوه، هذا جنب الدردارك، والفرع الثاني جنب حلويات نفيسه، هذا بتكون اكبر. اما هذا كذا صغير، فكرته مره حلوه، تاخذ لك شيء زي كذا والحين نجربه. فيلا نقول بسم الله. دام الصوصات، والله صوصات. طيب هذا اسمه ميكس، اللي حاب يجربه عيال شوفوا كيف. شوف شوف كل صوص ممكن تشوفه بالدنيا، وصوص بطاطا جو طبعا زي ما تشوف. يعطيهم العافيه والله، شكرا لهم، وكل حساباتهم تحت في الديسكربشن اللي حاب يطلب او حاب شيء. وشكرا بطاطا جو. غير اسم قناتي حرفيا، لانه كل ما حد يجي يبحث عنا او شيء زي كذا يجي بعيد، فراح اسمي على اسمي ريان شرير. فاكتبوا لي اذا عندكم وسائل احسن من هذه او لا، وشكرا لكم. كملوا المقطع. بس كذا خلصنا الاعلان عن دردارك وبطاطا جو، الله يعطيهم العافيه. عطوني 50 دينار يا شباب، مو مصدق كيف. الحين صار معنا 154 دينار. ابو فله جينك بالطريق، شكرا لكم دائما، يعطيكم العافيه، ونشوفكم باليوم اللي بعده. السلام عليكم.